مرحبا بك في عالم وصفات دريم ويب. جربي كب كيك مع جيلي التوت هذه في حفلتك القادمة. لهذه الوصفة ستحتاجين مغلف واحد من مسحوق دريم ويب كمكون، وهذه المكونات. قبل أن تبدأي، سخني الفرن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية، ثم قومي بصف ورق القصدير أو الكؤوس الورقية في القوالب. ضع الزبدة ومسحوق الرويال جيلي توت في وعاء واخفقيه إلى أن يصبح القوام خفيفاً ورقيقاً. بعد ذلك أضيف البيض واحدة تلو الأخرى بالخفق مرة أخرى بعد كل إضافة. في وعاء آخر أنخل الدقيق والبيكنج باودر معاً قبل إضافته إلى مزيج الكريم. أضيف الحليب وبرفق. قومي بتحريك المزيج كله مع بعضه البعض. وزع المزيج على القوالب. وضع الصينية في الفرن واخبزيه لمدة 12 إلى 15 دقيقة. بينما تقومين بتبريد الكيك على قاعدة سلكية، قومي بعمل الطبقة السكرية. أفرغي مغلف من مسحوق دريم ويب في وعاء متبوعا بالزبدة، سكر ناعم، حليب وخلاصة التوت البري. اخفقي كل هذا معا إلى أن يصبح خفيفا وكريميا. أضيفي الطبقة السكرية على الكب كيك المبرد وقومي بتزيينها قبل التقديم. ستجدين وصفة كب كيك مع جيلي التوت وغيرها المزيد على صفحة في الفيسبوك، وانضمي إلى الصفحة لعالم كامل من الوصفات.